ما بتحبش الست الفيمينست والست اللي عايزه تنتصر للفيمينيزم؟ لا ما هو مفيش حاجه، لو حصل خلاف بين الراجل والست لازم الراجل هو نتناقش، اه بس الراجل هو اللي كلمته تمشي. ايوه انا بقول بتكلم في الصح. طب افرض ان الست رايها صح، ما احنا بيبقى عندنا بعد نظر وبيبقى عندنا حكمه، تمام، بيبقى عندنا كده حته انتوا ما بتشوفوهاش. اه تمام ماشي. ليه لازم الراجل اللي كلمته تمشي؟ لا انا بتكلم في حاجات معينه. مش بتكلم في نخش ان احنا بنتكلم كلها تلبس ايه واغير عليها من ايه. ايوه طبعا هو ده في كلام يا جماعه، هو ده في كلام. يعني انا بتكلم في حاجه ثانيه، ان احنا بنتناقش مثلا في موضوع باخد رايه وبتاخد رايي، راي الصح ولا يمشي لو رايه. لا انت ما قلتش كده، انت قلت رايي هو اللي يمشي. ايوه هو يمشي في حاجات معينه ثاني، في لبس بقى، في قرار معين، في قرار مصيري. لا طبعا كلامي هو اللي يمشي. طبعا هو كلامي هو اللي يمشي. كلامي هو اللي يمشي ومين اللي ماشي البيت؟ انتوا الاثنين شراكه.